لحظات استعادة الحرية لا تقدر بثمن. هذه اللحظات انتظرها طويلاً الكثير من الموقوفين احتياطياً في مصر، والذين قضى بعضهم سنوات بلا محاكمة في الحبس، تجاوزت الفترة القانونية طبعاً المحددة بسنتين للحبس الاحتياطي، إلى أن قررت السلطات إخلاء سبيلهم بعفو رئاسي. من بين هؤلاء كانت أسماء بارزة كالخبير الاقتصادي عمر الشنيطي. فلماذا ركزت عليه وسائل الإعلام ومواقع التواصل؟ الشنيطي مشاهدينا هو عضو سابق في حزب الوسط الذي يصنف كيمين وسط. والشنيطي هو أيضا رجل أعمال ومحلل اقتصادي بارز، حبس عام 2019 على ذمة قضية عرفت إعلاميا باسم خلية الأمل، وتم التحفظ على أمواله وأدرج في قائمة الإرهاب بتهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين. الإفراج عن الموقوفين احتياطياً لقي حفاوة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت مقاطع مصورة تظهر لحظات خروج الشنيطي. إلى جانب الشنيطي أفرج كذلك عن بعض الشخصيات البارزة مثل المحامي الحقوقي يوسف منصور الذي اعتقل في مارس آذار عام 2022، وكذلك الناشط السياسي أحمد حسنين دينو المعتقل طبعا منذ 4 سنوات، وكلاهما كان محبوسين على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة. خطوة الإفراج عن هؤلاء المحبوسين احتياطياً والتي تأتي بعد أسابيع قليلة من الإفراج عن الباحث القبطي باتريك زكي جاءت بناءً على ترشيحات لجنة العفو الرئاسي. ولجنة العفو مشاهدينا فعلت في إبريل نيسان العام الماضي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق أول حوار وطني منذ تقلده لمنصب رئيس مصر في عام 2014. وأصدرت اللجنة منذ تأسيسها عدداً من قرارات إطلاق السراح وقوائم بعفو رئاسي عن معتقلين في السجون المصرية. أما موجات الإفراج عن المعتقلين فيرى محللون أنها تأتي في إطار مساعي مصر لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي التي تشمل إصلاحاً سياسياً. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فانهالت التعليقات المرتبطة بالإفراج عن الشنيطي وغيره من المحبوسين احتياطيا. مثلا جمال سلطان يقول: عمر الشنيطي خبير اقتصادي شاب كتب في يونيو 2019 أن المسار الاقتصادي العشوائي الذي تمضي فيه مصر سينتهي للخراب وانهيار العملة، والواقع صعب لكن المقبل سيكون أصعب فاعتقلوه وأمروا القضاء بالتحفظ على أمواله وأدرجوه على قوائم الإرهاب. بعد 4 سنوات وجدوا أن كلامه كان صحيحاً وما توقعه حدث، والخراب حل والعملة انهارت فأفرجوا عنه اليوم، كتر خيرهم. أما زياد العليمي وهو طبعاً الحقوقي والبرلماني السابق يقول: خروج عمر الشنيطي بفكرنا بأنه تحبس في قضية ما بيعرفش عنها حاجة عرفت باسم تحالف الأمل، وهو تحالف علني لخوض الانتخابات، ما فيش أي حد من المتهمين له علاقة به غيري أنا وحسام مؤنس، وده معروف من أول يوم بعد مرور أكثر من 4 سنين لسه باقي المتهمين ظلم في السجون. أما نور خليل فيقول أيضا في تغريدة: بعد أكثر من 4 سنين ونصف دكتور عمر الشنيطي وسط عيلته في الطريق لبيته عقبال كل المحبوسين يرجعوا لحضن أهاليهم، وأيضا أرفق تغريدته وتعليقه بهذه الصورة. أخيرا دكتور مراد علي يقول: لا يجب أن نشكر الحكومة في مصر على إطلاق سراح الخبير الاقتصادي والنابغة عمر الشنيطي، بل يجب أن نسألهم لماذا اعتقلتم هذه القامة الكبيرة 4 سنوات؟
لماذا حرمتم المجتمع من طاقته وخبراته؟ هل تتوقعون منه ومن أمثاله أصحاب الخبرات والعلماء أن يكون لهم عطاء بعد سنوات الاعتقال الجائر؟ شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.